الحمد لله، السلام عليكم. المرج الصلاة على النبي في تالق، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. امرأة تسأل عن كتمان السر في الكرامات، يعني لما تأتي كرامة ورؤيات جميلة هل تكتم السر؟ نعم، يجب كتمان السر، والدليل من القرآن سيدنا الخضر عليه السلام. يعني الكرامات يجب أن يكتم الإنسان السر، لا يقولها لا لقريبه ولا لبعيد، تبقى معه لكي تستمر الكرامات، لا يجب أن تقول كرامات لأي شخص. الكرامات تقال لمن؟ تقال فقط للتلميذ الذي يريد أن يتعلم، لأنه يريد أن يتعلم لأنه يصدقك. هذا دليل على سيدنا موسى عليه السلام لما اتبع الخضر وتعلم منه فسأله فأجابه، فهذا يعني التعلم، يعني من يصدقك، من هب ودب تقول له سرك، تقول له الكرامات وتقول له كذا وقع ما كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، لن يصدقوك الناس ولو من أقربائك. فالسر تقوله فقط للتلميذ الذي يريد أن يتعلم، هذا فقط إجابة لهذا الشخص يقول أنه هل يجب كتمان السر، يعني شيء يقع مع كرامات أو ترى رؤية جميلة أو ترى أنبياء أو ترى رؤساء أو ترى تعلم أو تقع معك شيئا غريبا لا يقع مع الناس كله، أو ترى مباشرة ترى الملائكة ترى الجن أو ترى الشياطين، هل يجب أن تقول للناس؟ لا، يجب أن كتمان السر، لا تقولها لأحد، فقط تقول لمن يريد أن يتعلم، وقليل من يريد أن يتعلم، تلاميذ. فهمتم؟ هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. أبدا تحن إليكم الأرواح ريحانها والراح أبدا تحل إليكم الأرواح صالكم ريحان وقلوب أهل ودائكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقاكم ترتاحوا أبدا عاشقين تحملوا سترات محاك.